نطلب المواطنين جميعا انهم يتسوقوا في من البلدة القديمة، لانه بحاجة ماسة انه المواطنين يتسوقوا منها. بنطلب رسالتنا هي الكبيرة، انه بنطالب المواطنين المقدسيين انهم ما يروحوا على الكنيونات وعلى عند اليهود انهم يتسوقوا في المناطق العربية، الاسعار رخيصة عندنا. المواطنين كاملة تنزل على البلدة القديمة وتتسوق منها للأعياد، وكل عام وأنتم بخير. كل عام وأنتم بخير، عيد الأضحى مبارك. بنطلب منكم فترة الأعياد اللي احنا داخلين عليها تنزلوا على القدس، تحيوا القدس. القدس تشتاق لكم، باب العمود معكم أحلى، الأقصى بيشتاق. عيدنا بالقدس أحلى وأحلى بوجودكم عندنا.